نعاود الآيتين تو، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. احنا جايين نرى ذاك، لكن مش كي بني إسرائيل. احنا تحقق قال لي احنا في جهاد الى اخر وجود العباد في الدنيا دي، احنا واثقين ان ربنا حقيقة واحد احد فرد صمد، واثقين ان رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا ولم يكن مجنونا ولم يكن كاذبا، بل أدى الأمانة على أحسن ما تؤدى الأمانة، وحمل القرآن وفهم أسراره المباركة، فأعاننا على فهم القرآن، فاتبعنا آخر رسول للإسلام عليه الصلاة والسلام، فكنا أمة قائدة رائدة في أيام معلومة، وستعود هذه الأمة من جديد. والله سبحانه وتعالى لا يعطي الخلافة إلا لمن يتقن حملها، فنحن مهيئون الآن خاصة في شبابنا وأهل لفهم القرآن وإرضاء الرحمن واتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام.